في بناء قديم تمتزج فيه أصوات عظماء الغناء الطربي وصورهم، يقضي عارف السيد جل وقته في هذا المكان مازجا بين حب الأمكنة وجمال الموسيقى. وبشغفه هذا تمكن بأنامله من صناعة آلات موسيقية ليجمع بين حبه للنجارة والموسيقى. اللي دفعني وخلاني أتجه للمهنة اللي هي الحاجة أول إشي كانت لحدا يصلح الآلات تبعتي. في البداية أنا بلشت حياتي كعازف وطالب، تعلمت موسيقى وهيك، وفي نفس الوقت كنت أتعلم نجارة، خلصت مدرسة صناعية مهنية نجارة وهيك، فكنت أحاول أصلح الآلات تبعتي في البداية. ومن هون بلشت الفكرة، يعني بعد أكم من تجربة اللي عملتها وهيك شفت إنه لا، في حاجة أكبر إن الواحد يتعلم صناعة الآلات الموسيقية. عارف الذي يبقى منهمكا في عالمه الخاص بين قوالب الخشب والأوتار ليرممها ويصنع مختلف الآلات الوترية بتفاصيل وقياسات دقيقة، يؤمن أن الموسيقى غذاء لأرواح الكثيرين وتخلق عالما مختلفا لمستمعيها ومن يتقنون العزف على الآلات الموسيقية. تقريبا كل آلة بتاخد شهرين شغل، خلينا نحكي الآلة بتمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي تصنيع الخشب كصندوق وهيك، المرحلة الثانية اللي هي بعد التجميع وهيك بيصير عملية الدهان، وعملية الدهان عندي كمان شغلة مش بسيطة لأنه بستعمل تقنيات قديمة في الدهان وبستعمل كلها مواد طبيعية وهيك. والمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة بنقولها تجهيز الآلة للعزيفة والسيت أب، وهون بيجي المفاتيح، الأوتار، العتبة، نفحص الآلة إذا فيها أي خلل أي مشكلة أي هيك، فهي هي بتكون المرحلة الثالثة والأخيرة. من شغف إلى مهنة تعتبر نادرة بين المهن الأخرى، يسعى عارف من خلال ورشته إلى أن يترك بصمة مختلفة في صناعة الآلات الموسيقية لتحظى فلسطين بنكهة خاصة في عالم الموسيقى بوجود من يدعم هذا الأمر ويحافظ عليه. في مشغله الصغير الذي يعج بأصوات الموسيقى المختلفة لم تكن مجرد مهنة اتخذها عارف السيد، لكنها فن نبع من حبه وشغفه بالموسيقى وصناعة آلاتها الموسيقية. لفضائية النجاح، نغم جاد الله، الخليل.